可以重复说，那我们。你也讲嘛，你们都第一次有人发生在那，你怎么能日常对你吧？تكون في إطار نظام العام المعمول به ونحاول بإذن الله أن الجمعية العامة الاستثنائية هذه من أجل انتخاب رئيس جديد للفريق هو الهدف تاعنا الأساسي في هذه الجلسة بإذن الله. معليش إذا كان بوكرية خلاص تفضل أنا ما شفتناش واش كتب بالبيسي لأنه هذا محضر رسمي راه عنده الحجية ما شككناش فيها ولكن الشرط هذا راه بني على اساس واش؟ على اساس الجمعيه العامه صوتت بالاغلبيه. انا ما مشيتش على الهضره. سامع عليك. شنو هذا؟ شنو هذا؟ كون ما تحطتش ولي مومبر دو لاجي نو باطرو في هذه الورقه هذه باسكو السيد راه ما طوفاوش على هذه الورقه. لا وهذا اللي Thank you.
تسعه هيشور قدري هيشور 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 24 25 26 27 28 29 30 32 32 33 34 مبروك عليك يا شباب يطلع سيتو مون دو فوتي سور لي مون لي راهي يكون في هذا البيرو اللي جات تشعل هو أول شيء أشكر أعضاء الجمعية العامة والمناصرين الأوفياء بالطبع هو عودة للرئاسة كما هو كان منتظر بعد انسداد في انتخاب رئيس لمولية قسنطينة. العودة هذه نظن أنها تتجسد في وضع برنامج تمثل في وضع مكتب إداري محط في المكتب القومي. ثانيا راح يكون عمل على مستوى تخفيض الديون الموجودة في على موجودة تخفيض الديون الموجودة على عاتق مولية قسنطينة. ثالث شيء أننا سنقوم بوضع فريق في القريب الآخر إن شاء الله لبداية المشوار إن شاء الله. الأنصار يبقوا دائما أنصار أوفياء، هي تحب الشغف هذا وحبهم ودي يخليهم يسدد يحوسوا على يعني على مآل مولية قسنطينة اللي هي هذيك هي العائلة وهذيك هي الأسرة. دونك هو شيء طبيعي أنهم هنا يطلبون ما جرى في الجمعية العامة ويطلبون ما هو البرنامج ما هو ما يؤول إليه فريق مولية قسنطينة، وهذا شيء شرعي. أطلب منهم إن شاء الله أن نكون في حسن ضمانة إن شاء الله.